يقول الألباني في زماننا، قال أستطيع أن أقول أنه مثل أحمد في زمانه، فكما قيل في أحمد أقول الآن: إذا رأيتم الرجل يتكلم في الألباني فإنه متهم في دينه. قال: بل وأستطيع أن أقول أنه ليس من أهل السنة وليس من السلفية في شيء. هذه كلمة شيخنا الشيخ عبد المحسن في الألباني. وسمعنا قبل قليل كلمة من يقول: أنا لا يباريني أحد في حب الألباني. ماذا قال عن الألباني رحمة الله على الألباني؟